أهلا وسهلا فيكم مشاهدين الكرام في هذه الرسالة الإعلامية للحملة الوطنية مع النجمع السلاح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. في هذا الحديث يا مشاهدين الكرام إشارة واضحة على النهي في حمل السلاح على المسلمين، وذلك لما فيه من إدخال الرعب وتخويفهم، وهذا من حق المسلم على المسلم في عدم حمل السلاح وتخويفه. احنا اليوم متواجدين في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية. خلكم معنا وخنشوف هذه الفقرة. أنا ضد حمل السلاح من قبل غير المختصين وغير المدنيين، يعني غير العسكريين. وهذا الرأي يعني مو الآن، حتى من أيام الغزو، لما كنا بالغزو كانت ديوانيتي مقر للجنة الشعبية في الأمور يعني المدنية، يعني مساعدة الناس بالنسبة للمعيشة وتوزيع الأموال وكذا، كنت أنهى غير المختصين أن يحملوا السلاح. وبالفعل يعني حصلت حوادث للأسف أثناء الغزو وحتى بعد التحرير، ناس وايد لأنهم غير مختصين جرحوا أنفسهم، وصارت حتى يعني حوادث وفيات بسبب وجود سلاح في إيد ناس الحية مو مختصين ولا مرخصين ولا يعرفون الحية الأمان في استخدام السلاح. الله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإشارة، أن يشير المسلم إلى أخيه بحديدة، حتى الحديدة أو السكينة ما يصير أن تشير أو تهدد فيها على أخوك في مواطن في الوطن. يعني وكذلك يعني من الأشياء للأسف اللي يعني صارت، بعض الناس يطلقون عيارات نارية في الهواء، فتنزل الرصاصة على رأس إنسان، وقد تنزل على سيارته مثلا، فتسبب أضرار مادية أو أحيانا أضرار في الأرواح، وهذا إثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وفيها شبه تعمد، يعني أنت تطلق بالهواء لكن من ناحية قد تصيب إنسان، وأنت أيضا في شيء آخر، مخالفة شرعية. شلون مخالفة شرعية؟ لما يصدر قانون يعبر عن إرادة الأمة بأن يجمع السلاح ويصدق على هذا القانون أمير البلاد، يعني طاعة هذه الأوامر من طاعة الله سبحانه وتعالى، ومخالفتها مخالفة لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا جاء الأمر من السلطات المختصة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير بجمع السلاح لعدم تعريض الناس للخطر، الحقيقة
ثم بعد ذلك يخالف أي مواطن هذا الأمر يكون قد ارتكب جريمة، ويكون كذلك أيضا قد خالف النصوص الشرعية. لذلك لكل هذه الآراء الحقيقة مرت علي ولا أبالغ، مرت علي حوادث ناس راحوا أبرياء فيها، مدنيين بسبب العبث بسلاح من قبل إنسان ما يعرف له ولا هو مختص ولا يعرف شلون يحط الأمان ولا يعرف كذا، وحاطه في البيت يتباهى فيه، أو في العروس يطلق بالهواء يتباهى، هذا أصلا حرام شرعا، كل هذا ما يجوز الحقيقة. أو بعد التحرير في ديوانية كانوا حاطين سلاح كبير مثل بازوكا أو يشبه لها يعني معلقة بالديوانية، وانفجرت وراح ضحيتها واحد وجرح آخرين الحقيقة. طيب من يتحمل الإثم هذا، القتل غير المقصود يعني أو الوفاة غير المقصودة، هذا من يتحمل الإثم؟ مو اللي علق السلاح في الديوانية تعليق يتفاخر فيه الحقيقة. أنا أنصح الحقيقة في ختام هذا الكلام، كل إنسان عنده سلاح غير مرخص أن يتوب الله سبحانه وتعالى، يبادر بتسليمه إلى الجهات المختصة الحقيقة. وكما أنصح كل إنسان إذا شاف في عرس أن هناك من يطلق العيرة النارية أن يبادر بتبليغ بالإبلاغ عن هذا الشخص إلى السلطات المختصة، لأن المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية تقول من علم بوقوع جريمة، من شهد جريمة أو علم بوقوعها عليه على الفور أن يتقدم إلى سلطات التحقيق، وهني عليه على الفور وجوبا، يعني يكون مقصر في تطبيق واجبه إذا ما بلغ. فإذا إذا كان عنده يسلم على الفور، وإذا عند غيره يبلغ عنه الحين. كنا في الغزو وكنا ندفن أحد الوفيات، وإذا بناس يطلقون في الهواء ونزلت الطلقات على السيارات فثقبتها، تصور بدت السيارة يثقب من رصاصة نازلة من فوق، لو كان في طفل في السيارة أو إنسان ما يتحمل هذا الإثم العظيم الحقيقة. وأنا مستغرب يعني من هؤلاء الناس كيف يفرح، يعني ما هي السعادة اللي حصلها بإطلاق الرصاص في الهواء؟ ما وين السعادة، وين الوناسة يعني في هذا الأمر الحقيقة؟ هذا كله للأسف يعني أعمال مخالفة للشرع ومخالفة للقانون. هو الحيازة الآن ما يجوز، طبعا ما يجوز الحيازة، الحيازة جريمة والتجار جريمة أعظم. دائما أشوف رجال الداخلية في المساجد، وأشوفهم أحيانا في الطرقات يقومون بواجبهم بالتفتيش، أشوفهم أحيانا أثناء الدخول إلى المباني الحكومية في يعني عند الأبواب يشوفون الهويات، ودائما تعاون معهم ودائما أدعو لهم أقول لهم الله يوفقكم، أنتم قاعدين تحرسون أمننا وأمن عيالنا، أنتوا قاعدين تحرسوننا، فأني دائما أشجعهم وأقول لهم جزاكم الله خير بارك الله فيكم الحقيقة. فاللي يقوم بواجبه من أجل أن يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ثم حماية البلد، هذا كل تقدير واحترام له الحقيقة. حتى حسني النية يجب أن يسلمون أسلحتهم فورا، ويعلمون بيدهم أجهزة خطرة جدا قد تودي بحياة أقرب الناس لهم، مثل ما حصل في بعض الحالات
أي. فيجب أن يبادرون في تسليم هذه الأسلحة لأنهم غير مختصين الحقيقة، ولا يعتقدون أنها راح تحميهم، هذه بالعكس تضر ما تفيد. وكذا أما سيئي النية اللي بالسلاح عشان يتاجر فيه أو يتكسب من وراءه، فهذا قاعد يرتكب كما ذكرت لك إثم عظيم ومخالفة شرعية كبيرة ومخالفة قانونية أيضا، ويجب أن يطبق عليه القانون الحي وأن يحول بينه وبين الجريمة اللي ناوي يرتكبها، سواء بالاعتداء على شخص آخر أو بالمتاجرة بهذا السلاح الممنوع. مشاهدي الكرام، الأسلحة اللي بحوزة المدنيين تشكل خطر على أمنهم وعلى أسرتهم وبالدرجة الأولى على وطنهم، فندعو كل من يملك سلاح غير مرخص بالسرعة إلى تسليمه في أقرب وقت ممكن. حتى ذلك الحين شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.